معنا من رام الله عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والأمين العام لحزب الشعب بسام الصالحي. مساء الخير سيد بسام الصالحي. على المستوى الإغاثي والإنساني، هدنة ولو لأربعة أيام، إلى أي مدى ستخفف المعاناة عن سكان غزة؟ أي ساعة وقف للعدوان الإسرائيلي على غزة هي تنقذ أرواح مئات الفلسطينيين من الأطفال والنساء والشيوخ والرجال، وتنقذ من التدمير المنهجي الذي تقوم به إسرائيل. ولذلك هذه الهدنة مرحب بها من الجميع، ولكن المهم أن لا تتوقف عند حدود الأيام الأربعة، وإنما أن تتطور إلى وقف إطلاق نار شامل وإلى صفقة شاملة لتبادل الأسرى، بحيث ينتهي هذا الملف بشكل واضح، وننتقل بعد ذلك إلى القضية الأساسية وهي إنهاء الاحتلال، لأنه طالما أن الاحتلال بقي موجودا كل الهدن وكل وقف إطلاق النار هي لن تؤدي إلى حلول جدية في الوضع، وإنما إلى فترة هدنة مؤقتة لإعادة اندلاع الصراع. برأيك هل سيستغل المجتمع الدولي هدنة الأربعة أيام من أجل تمديدها إلى وقف لإطلاق النار؟ برأيك إلى أي مدى سيفتح ذلك شهية المجتمع الدولي لوقف هذه الحرب؟ هذا بطبيعة الحال يشجع كل الأطراف الدولية أن تسعى من أجل وقف إطلاق نار شامل. المشكلة هي أن الإدارة الأمريكية وبريطانيا وعدد من الدول الغربية لا تريد وقف إطلاق نار شامل، وبالتالي هي وإسرائيل متفاهمة من حيث الأساس الاستراتيجي على رفض وقف إطلاق النار الشامل، وإنما الحديث عن مجرد هدن يمكن أن تستمر أو لا تستمر. وبالتالي إذا ما تغير هذا الموقف، خصوصا من الولايات المتحدة وبلدان أوروبا التي تساندها، فربما نشهد اندفاع نحو وقف إطلاق نار شامل. هذا الموقف حتى الآن هو موقف دولة فلسطين، الدول العربية، الدول الإسلامية، قمة البريكس، روسيا والصين وجنوب أفريقيا وغيرها، ولكنه ليس موقف الولايات المتحدة وأوروبا التي تسند إسرائيل مع الأسف، والتي هي شريك وضالع معها في عملية القتل اليومي في قطاع غزة. طيب سيد بسام، إسرائيل وعبر المتحدث باسم رئيس الحكومة قبل قليل اعتبر بأن هذا الأمر ليس هزيمة لإسرائيل، بالعكس هو مكسب كبير، في الوقت الذي يعتبر البعض بأن هذه الهدنة وتبادل الأسرى هو إعلان نصر مرحلي من حماس على إسرائيل. كيف قرأتموها من الجانب الفلسطيني؟ بالتأكيد هي انتصار للمقاومة الفلسطينية. أولا إطلاق سراح الأسيرات والأطفال الفلسطينيين في سجون الاحتلال هو مكسب كبير للشعب الفلسطيني. أيضا هذا الاتفاق كما هو واضح رغم كل الجهود التي بذلت من مصر وقطر، إلا أن الفاعل الأساسي فيه هو صمود المقاومة على الأرض، وبالتالي هذا الإنجاز بالأساس للمقاومة الفلسطينية، التي لو لم يكن هناك صمود ولم يكن لديها شيء لما كان هناك أي نجاح لأي مساعي خارجية. بالتالي العنصر الحاسم في هذا الأمر هو، والفضل في ذلك هو للمقاومة الفلسطينية. ثالثا، عندما نرى أن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بدأ يشرف على إعلان الهدن لساعات كما حصل الأسبوع الماضي، وعن انشغاله اليومي في وقف إطلاق النار والهدنة لأربعة أيام، وتصدر بيانات عن الرئيس بايدن والولايات المتحدة عن هدنة بين حماس وإسرائيل، هذا بحد ذاته يكشف بالضبط طبيعة الفرق بين كيف بدأت إسرائيل والولايات المتحدة هذه الحرب وكيف انتهت إلى هذه الهدنة. بدون شك أن هذا الفضل في ذلك هو لأمرين أساسيين: الأمر الأول الصمود الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية، والأمر الثاني التضامن الدولي الواسع الذي بات من شعوب العالم مع الشعب الفلسطيني، ورفضا للرواية الإسرائيلية، بما في ذلك ما ضغط على الإدارة الأمريكية وغيرها أن تبحث عن حلول لهذا الشأن. ويضاف إلى ذلك بطبيعة الحال الضغوط داخل إسرائيل نفسها من أسر المحتجزين الإسرائيليين. طيب سيد الصالحي، هذه الهدنة اعتبرت فرصة لالتقاط الأنفاس للجانبين، لكن فيما يتعلق باستعادة القدرة على الأعمال الإغاثية، ما مدى أهميتها بالنسبة لسكان القطاع الذين رضخوا تحت هذه الحرب مدة 47 يوما؟ كما قلت يعني أي دقيقة وقف للعدوان هي مكسب فلسطيني، ولكن في اعتقادي أن عفوا النقيصة الكبيرة في هذا الاتفاق ومفهوم لماذا هي أن حركة المواطنين خلال أيام التهدئة فقط في اتجاه واحد، بمعنى من شمال غزة إلى جنوبها. كان من المفترض ويجب التمسك لاحقا في أن تكون هذه الحركة حركة تبادلية، حركة عكسية، لأنه لا نريد أن يتكرس واقع أن تكريس النزوح إلى جنوب غزة ويظهر الأمر وكأن هذا في نوع من التسليم. طبعا نحن لا نلوم المقاومة الفلسطينية على ذلك، وإنما قد نلوم الأطراف العربية والدولية التي تقول أنها كانت طرف أساسي في هذا الاتفاق. يجب أن لا يكون هناك تكريس لواقع أن حركة السكان في غزة هي فقط من الشمال إلى الجنوب وباتجاه واحد. يجب أن تكون هذه الحركة بالاتجاهين، كما تم النجاح في أن تكون التهدئة ووقف الإطلاق النار على كامل أراضي قطاع غزة، بمعنى أن البضائع والمواد الإغاثية اتفق أن تدخل إلى كل غزة شمال وجنوب، وأن يتم وقف العمليات العسكرية في الشمال والجنوب. وبالتالي كان من المنطقي أن تكون أيضا حركة السكان حركة تبادلية وليس فقط باتجاه واحد. شكرا. عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والأمين العام لحزب الشعب بسام الصالحي، شكرا لك.